سأل يسأل عن قول الله عز وجل إنما يخشى الله من عباده العلماء. يقول أي العلماء؟ هل هم علماء الشريعة، علماء الدين، علماء العلم الشرعي، العقيدة والتفسير والحديث، أم مطلق العلماء، علماء التكنولوجيا، علماء الطب، علماء الزراعة، علماء الفضاء؟ قاعدة، كل ما ورد في الكتاب والسنة عن العلم ومدح العلماء وأجرهم فضلهم ثوابهم ويرفعهم الله درجات، كل ما ورد في العلم المراد به علم الكتاب والسنة، علم الشرع، كل ذلك. كقول الله جل وعلا يرفع الله الذين آمنوا منكم والذين أوتوا العلم درجات. كقول جل وعلا شهد الله أنه لا إله إلا هو والملائكة وأولو العلم قائما بالقسط لا إله إلا هو العزيز الحكيم. كقول جل وعلا إنما يخشى الله من عباد العلماء. كقوله جل وعلا وقل رب زدني علما. كقول النبي صلى الله عليه وسلم من سلك طريقا يلتمس به علما. كل هذه الأدلة وغيرها من الأدلة الكثيرة في كتاب في صحيح البخاري اسمه كتاب العلم، وما جاء في فضائله وتفاصيله، كلها المراد به العلم الشرعي، علم الكتاب والسنة. العلم الدنيوي هذا مباح، وحكمه حسب الوسيلة التي أو حسب الغاية التي هو وسيلة لها. مثلا إنسان عنده علم طب يريد أن ينفع نفسه وينفع الآخرين، نيته حسنة، يكسب راتبا، يكسب حلالا وينفع الآخرين، هذه نية حسنة له أجر عليها، له أجر عليها. إنسان يدرس طب، خلينا في الطب، لكن يريد ذاك أن يغش الناس وأن يأكل أموال الناس بالباطل ويطبب وهو لا يعرف الطب، هذا علمه وتعلمه حرام. فالمباحات كلها أحكامها أحكام مقاصدها. السفر، السفر حيث السفر هو أمر مباح، سافر إنسان ليطلب العلم، سافر إنسان ليحج ويعتمر، سافر إنسان لصلة الرحم، هذا صار السفر مستحب. إذا كان حجة الفريضة فالسفر هذا واجب، إذا كان ما يستطيع أن يحج إلا أن يسافر لأنه بعيد عن بيت الله، فالسفر إلى أداء الحج الواجب، حج الفريضة، حجة الإسلام، هذا واجب لأنه وسيلة إلى واجب. ذهب ليعتمر عمرة مستحبة، سبق أن اعتمر، يريد أن يجدد عمرة جديدة، سفره مستحب. سافر ليشرب الخمر، سافر لقصد ربوي أو قصد ارتكاب فاحشة، هذا السفر صار حراما. فالوسائل لها أحكام المقاصد، ماذا تقصد بهذا الفعل؟ ماذا تقصد بدراستك الهندسة، الزراعة، الطب، التكنولوجيا؟ حسب الغاية التي تريد منها يكون حكم هذا العلم. أما ما جاء من فضائل العلماء والعلم في الكتاب والسنة فكله المراد به علم الشرعي. ولذلك النبي صلى الله عليه وسلم أخشى الناس لله عز وجل وأعلمهم بالله، كما قال في صحيح البخاري قال أنا أخشاكم لله وأعلمكم بالله. ما كان النبي صلى الله عليه وسلم يعرف علوم التكنولوجيا والترونات والفضائيات، ما يعلم هذا عليه الصلاة والسلام، وكيف هو الأعلم وهو الأخشى لله عز وجل. المراد العلم الشرعي، أكيد النبي صلى الله عليه وسلم أعلم الناس بالعلم الشرعي. لما قال الله عز وجل لنبيه وقل ربي زدني علما، يزيد ماذا؟ في الزراعة ولا في الصناعة؟ لا، يزيد علما معرفة بالله عز وجل، بأحكام الله، بما يرضيه فيأتيه، بما يسخطه فيجتنبه، فهذا هو العلم الشرعي. نأتي إلى الآية إنما يخشى الله من عباده العلماء. بالمناسبة إنما يخشى الله، يعني هنا لفظ الجلال مفعول به مقدم، إنما يخشى الله من عباده العلماء، يعني العلماء الذين يخشون الله عز وجل. والخشية أعلى مراتب الخوف، فكلما زاد إنسان خوف من الله عز وجل زادت خشيته لله عز وجل. فالذي يحقق الخوف وزيادة الخشية هم العلماء اللي هم أعلمهم بالله تبارك وتعالى. فكلما علم العبد ما لله من صفات الكمال والجلال، وعرف أوامره فآتاها وامتثلها، وعرف نواهيه فاجتنبها، وعرف المكروهات فتركها، وعرف المستحبات فعمل بها، ازداد خشية لله وكان أقرب لله عز وجل. فلذلك الخشية هذه عبادة العلماء لأنهم أعلم بالله عز وجل. فكلما زاد العبد علما بالله وبما له وبما أمر وعما نهى، كلما زاد خوفه من الله، كلما زاد خشيته لله عز وجل. هذا معنى الآية، والله أعلم.